بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنية إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، حيث تقدم إليه وإلى جميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود بالتهنئة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر. أكد رئيس مجلس الوزراء أن رجال القوات المسلحة قدموا خلال نصر أكتوبر العظيم ملحمة خالدة وقف أمامها العالم أجمع لتصبح درسا في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، وبذلوا أرواحهم ودماءهم دفاعا عن الوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق.